بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان كالمعتاد، نستهله بنشرة الأخبار المفصلة. مرحبا عواطف. مرحبا أسامة. السلام عليكم. أكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم وجود أي حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وأظهرت التقارير الوبائية التي طرحت أمام الاجتماع اليومي للجنة الفنية لمجابهة الأوبئة أن الإصابات لا تزال 32 إصابة متضمنة 5 وفيات، فيما أشارت التقارير إلى وجود عدد 35 حالة اشتباه جديدة بمراكز العزل بالسودان كلها تحت الفحص المعملي. أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون حماد عن السماح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا يوميا خلال ساعات حظر التجوال الشامل الذي يبدأ اعتبارا من السبت المقبل. لكم أنه وبعد التشاور مع لجنة الأمن والدفاع فقد تم التأمين على فرض حظر التجوال الشامل 24 ساعة في اليوم اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/4/2020 ولمدة 3 أسابيع، على أن يسمح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا يوميا، كما يشمل الحظر قفل الكباري النيلية، وسيكون التحرك غاصرا داخل كل منطقة على حدة، كما يحظر عمل كافة وسائل المواصلات العامة طوال اليوم، وأعلن عن إلغاء كافة تصريح المرور السابقة اعتبارا من يوم السبت 18/4/2020، وعلى الجهات أو الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح مرور عليهم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية المركزية للحصول على تصاريح جديدة. وأرجو أن أطمئن المواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يوميا، ويمكن للمواطن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك. وأرجو أن أطمئن المواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يوميا، ويمكن للمواطن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك. الإخوة والأخوات الكرام، وحتى نحقق الاستقرار للمواطنين خلال فترة التواجد بالمنازل، فإن هناك عديد من الفئات سيتم استثناءها من الحظر، وهي أولا المسموح لهم بالعمل 24 ساعة، وهم العاملون في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والحقل الطبي والنفايات، مصانع وشركات الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والمعدات الطبية والصحية وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية ومحطات الوقود دون مغاسل السيارات، وتسهيل مرور مرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة الذين هم بحاجة لزيارة المستشفى والطبيب بشكل دوري في كل الأوقات، كذلك المطاحن والأفران والمنتجات الغذائية ومياه الشرب والأسمدة وعلف الحيوان ومستلزمات التعبئة والتغليف. ثانياً الصيدليات، وذلك بحسب ترتيب نقابة الصيادلة. ثالثا ترحيل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضروات والفواكه وكل المواد الغذائية والشاحنات يسمح لها بالحركة من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح قرارا علق بموجبه صلاة الجمعة والجماعة
في كل مساجد وخلاوي وكنائس ولاية الخرطوم. ووجه مفرح برفع الأذان فقط على أن يسري هذا القرار لمدة 3 أسابيع فقط اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك تماشيا مع قرار الحظر الكامل الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت المقبل. أصدر القرار الآتي نصه: 1. تعليق صلاة الجمعة والجماعات في جميع مساجد ولاية الخرطوم خوفا من تفشي الفيروس وانتشاره والفتك بالعباد والبلاد لمدة 3 أسابيع تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا القرار. 2. إيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا القرار. 3. على الأئمة والخطباء والقساوسة والمطارنة وجميع سلطات ولاية الخرطوم وضع القرار موضع التنفيذ. 4. ستأتي قراراتنا تباعا حسب ظروف الحالات الصحية بالولايات بالتشاور مع ولاة الولايات والمدراء العامين للصحة هنالك. السادة المؤذنين، اكتفوا في أوقات الصلاة برفع الأذان وقولوا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المواطنون الأوفياء، يتعين وجوبا الابتعاد عن أي تجمعات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعلينا البقاء بالمنازل والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تصدرها وزارة الصحة. تسلمت الحكومة السودانية اليوم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة جائحة كورونا المقدمة من مؤسسة رجل الأعمال الصيني جاك ما. وتحتوي شحنة المساعدات الطبية على أجهزة تنفس صناعي ومعينات لأخذ ونقل وفحص عينات الكورونا، بالإضافة إلى ألبسة واقية وقفازات طبية وأجهزة لكشف الحرارة. هذا وكان في استقبال الشحنة بمطار الخرطوم الدولي وكيل وزارة الخارجية والسفير الصيني بالخرطوم وممثل لوزارة الصحة ونائب المدير العام للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، إضافة إلى مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم وعدد من قيادات وزارة الصحة الاتحادية. الشحنة الثانية من العون الصيني ممثل في مؤسسة جاك ما، وبتمثل في عدة أشياء ضرورية كنا محتاجينها. أولا كانت معينات أخص العينات المعملية للفحص، يعني عبارة عن أطقم فحص كاملة، وسائل حماية شخصية اللي هي conventional الناس بيقول البي بي personal protective gowns، وملابس واغية، كمامات وقفازات طبية، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة لقياس درجة الحرارة. طبعا دي كانت ضرورية جدا بالنسبة لنا لأنه عندنا فيها شح، زي ما ذكر السيد الوزير في لقاء سابق، دي بتدينا فرصة بتاعت إنه نزيد المقدرات التشخيصية بتاعتنا. وقف والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله على عمليات ضبط الحدود بمنطقة أسونغا غرب الجنينة المجاورة لدولة تشاد منعا لانتشار جائحة كورونا من واقع إنفاذ قرارات اللجنة الصحية العليا بالبلاد. ونشد المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والابتعاد عن الزحام والتجمعات تجنبا لانتشار خطر كورونا. وطلب الوالي من الأجهزة التنفيذية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لمجابهة الفيروس. عزيز، إجراءاتنا على مستوى الولاية في إجراءات سابقة كان لابد منه نصل لهذه البقعة الطيبة المباركة، وعشان نقدر نتفاهم مع أهلها، وعشان نقدر نستوثق بأنه قواتنا الأمنية والقوات الصحية موجودة في مواقعها السليمة، وبالتالي نقدر يعني مع بعض نتناقش في المعادل إذا كان وجدت. وفعلا لقينا من أخواننا المدير التنفيذي والإخوان في الإدارة الأهلية والإخوان في المقاومة والحرية والتغيير، لقينا منهم الإفادات ولقينا منهم الرؤى في كيفية
تأمين هذه الحدود الأصلا هي طويلة وممتدة ومحتاجة مننا لجهد متواصل وجهد يعني متكامل لكل الأجهزة الأمنية والأجهزة الصحية وكذلك الأجهزة الإدارية. نحن بنفتكر الإجازة على الزيارة كانت ناجحة والمناقشة كانت سرة، ويمكن شكرناهم على وحدتهم وشكرناهم على يعني إدراكهم القوي لأهمية أن يكونوا فريق واحد وكيفية مقاومة هذه الجائحة. دشن حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة بداره بمدني مبادرته لتصدي لجائحة كورونا بتوزيع معقمات وكمامات للكوادر الطبية بالمؤسسات الصحية بالولاية، ذلك بمشاركة مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة دكتور إيهاب عبدالله التوم، والذي أشاد بهذه المبادرة من حزب الأمة القومي بالولاية، وقال إنها تعتبر أول مبادرة من الأحزاب السياسية لتصدي لجائحة كورونا. وقد أشار إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تناسي كافة الألوان السياسية والنظر فقط للمصلحة العامة حتى نتجاوز هذه الجائحة. من جانبه قال رئيس حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة مهندس خلف الله أحمد الشريف، قال إن الهدف من المبادرة هو التصدي لجائحة كورونا، موجها قواعد الحزب بمحليات ولاية الجزيرة بالعمل من أجل عبور الولاية والسودان هذه الجائحة. وقد أكد أن مبادرات الحزب ستتواصل بالدعم العيني والمادي. المرحلة 2، المرحلة الأولى كانت قبل أسبوعين وكان بعمل إعلامي فقط، ولكن دي المرحلة الثانية وعندنا مرحلة ثالثة لاحقا إن شاء الله. المرحلة الثانية هي إنه الآن إحنا يعني عملنا بعض الدعم اللوجستي اللي هو مطهرات وكمامات وبوسترز اللي هي ملصقات. أنا بقول رسالتي لأحبابنا في المحليات المختلفة إنه يأخذوا الموضوع ده محمد جد. كل الأحزاب، كل المجتمع السوداني يعمل سويا لمكافحة ودرء مرض فيروس كورونا. وحقيقة أنا يعني بفتكر إنه العمل ده عنده مدلول كبير في إنه يعني دارين نقول أي مساهمة من أي يعني أحزاب ولا جماعات ولا مجتمعية هي بتوري إنه الشعب السوداني شعب أصيل، شعب متكاتف، شعب حريص على إنه يحمي مواطنه بأي صور من الصور. وبالعودة إلى خبر تسلم الحكومة السودانية للدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة جائحة كورونا، نزعت بأن ينضم إلينا عبر الهاتف بروفيسور أبو بكر إبراهيم أحمد مدير المعمل القومي للصحة العامة استاكا. بروفيسور، اليوم استقبلت البلاد شحنة جديدة من دعم رجل الأعمال الصيني لمساعدة السودان لدرء خطر جائحة كورونا، ومن ضمنها أجهزة معملية. ما تفاصيل ما يليكم في هذه الشحنة للمعمل القومي؟ بروفيسور أرجو أن تسمعني فقط عبر سماعة الهاتف. نعم. أولا هذه الشحنة نشكر التلفزيون القومي على هذه الاستضافة. هذه الشحنة وصلت اليوم للمرة الثانية من رجل الأعمال الصيني، وهي تحمل في جوفها هذه الطائرة كثير من المواد والمعينات الأساسية، من بينها مواد حماية الشخصية للأطباء والكوادر العاملة في مختلف الأقسام، أقسام العزل والمختبرات والأماكن الإيواء المختلفة الأخرى. الحقيقة السودان في حوجة ماسة، نحن نعلم أن هنالك شح في هذه المواد نسبة لزيادة الطلب العالمي وقلة المنتوج الإنتاج العالمي يتضاءل أمام الطلب، نسبة لأن هذه الجائحة اجتاحت كل الدول تقريبا، وهذه المواد تمثل بالنسبة لنا دفعة قوية جدا يعني لزيادة استيعاب الحالات المتزايدة في السودان. نعم بروفيسور أبو بكر، ما هي العلامات التي يظهرها الفحص المعملي للحالة العادية إذا قارناها بالحالة الخطرة؟ هنالك الأجهزة، هذه الأجهزة هي أجهزة معقدة جدا،
والفحص نوع من الفحوصات المتقدمة، وهنالك في الجهاز هو جهاز أشبه جهاز الكمبيوتر العادي تظهر نوع من الكيرف أو الخط الذي يتحرك في مسافة معينة من الحالة الطبيعية، فهذا الخط يوضح لك حجم الإصابة إن كانت سالبة أو موجبة. نعم نعم بروفيسور، أيضا نود التعرف يعني عن مدى توفر متطلبات المعمل القومي للصحة العامة ستاك فيما يخص الفحوصات التي تجرى لفيروس كورونا من محاليل وأجهزة. الحمد لله شاءت الأقدار أن تكون هنالك يعني أجهزة متعددة لفحص الفيروسات الوبائية، والمحاليل وصلت طبعا بعد وصول هذا الوباء تقريبا إلى السودان، إذ أن هذا الوباء وباء جديد، والمحاليل نفسها صنعت بعد أن ظهر هذا الوباء في الصين بعد مدة أنا أعتقد أنها قياسية تقريبا حوالي 3 أسابيع إلى شهر صنعت في بعض الدول، وأصبحت الآن أكثر تيسرا في السوق العالم. المواد الآن تصل تباعا، يعني تصل تباعا من بعض المانحين كهيئة الصحة العالمية وبعض الخيرين وبعض أخواننا الأطباء في مختلف دول العالم، يعني في أوروبا والأمريكتين. الحمد لله هم يعني يحسون نفس الإحساس بزملائهم في الداخل، ووصلوا لنا كميات محترمة، كما وصلت شحنة قبل ذلك من مركز مكافحة الأمراض الأفريقي بأديس أبابا. الحمد لله هذه الأجهزة موجودة طبعا، والكوادر مدربة تدريب عالي، وكمية الأجهزة الآن تكفي يعني لأضعاف أضعاف هذه الحالات، فليس هنالك مشكلة إلا إذا حصلت نحتاج إلى كميات أكبر. يعني هنالك بعض الوعود، بعض أنا أشكر هنا يعني الإخوة السودانيين في فيينا لمسعاهم في الحصول على كميات من المحاليل والمواد والأجهزة الإضافية، وهم بصدد إرسالها عن طريق الحقيقة هي كانت منحة من وكالة الطاقة الذرية ومتابعة من الإخوة السودانيين في السفارة والجالية السودانية في فيينا، ومتابعة من بعض أعضاء مجلس الطاقة الذرية بالخرطوم، فحقيقة يعني تتوفر المواد من عدة جهات. نعم نعم بروفيسور، يعني إذا زادت معدلات الإصابة يعني لا قدر الله ونأمل أن لا تزيد، هل المعمل القومي للصحة العامة على استعداد لمجابهة هذه الزيادة؟ المعمل القومي الصحي الآن به كان يعني به قسم متخصص في الفيروسات الوبائية، وبه حوالي 5 أجهزة بساعات مختلفة، ساعات متوسطة وساعات كبيرة، والآن حتى هذه اللحظة بعد أن تم فحص أكثر من 400 فحص بعضها مكرر لبعض المرضى يعمل بطاقة 20% هذا المعمل، وقمنا بتأسيس المعمل القومي الصحي بثلاثة أقسام احتياطية أخرى لم تعمل بعد في انتظار ألا يحدث ذلك، وإذا حدث سيقومون بالواجب، كما أننا سنستعين بكل المراكز البحثية كمراكز احتياطية، المراكز الاحتياطية الموجودة في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى سنستعين بها، وقد اتصلنا بهم وقمنا بتدريب كوادر إضافية استعدادا لأسوأ الافتراضات، ونتمنى لا يحدث هذا التمدد الذي يعني قد يحوجنا إلى أن نحن يعني نستعين بهؤلاء الإخوة الكرام الذين تنادوا لهذا يعني درء هذا الوباء إن شاء الله. بالنسبة للولايات بروفيسور، يعني هل لديها القدرات والإمكانات والخبرات المؤهلة لإجراء الفحوصات؟ الحقيقة وهنالك معدات وصلت لبعض الأقاليم في شكل منح من مؤسسات ومنظمات دولية، ولكن للأسف لم تعمل طيلة السنوات الماضية، ولم تكن هنالك رؤية واضحة لتشغيل هذه الأجهزة، وقد قمنا الحمد لله بتدريب
عملنا تيك اوف، شغلنا بعض الاجهزه في الاغاليم، وكنا حريصين ان نبدا بالاغاليم البعيده، يعني مثلا كمثال البحر الاحمر بورسودان، ومثلا الاقليم الاوسط ايضا الان مستعد، ولدينا الان تيم في الطريق الى نيالا، هنالك معمل جاهز به اجهزه، وسنقوم بتدريب العاملين في هذا المعمل بفريق من المدربين من معمل القومي للصحة العامة، حتى نستطيع أن نغطي أطراف السودان على الأطراف البعيدة، لأنه قد يجد صعوبة في نقل العينات إلى المعمل القومي الصحي، ونحن نعلم صعوبة المواصلات وتقطع الطرق. مواصلات طبعا أصبحت ما ميسرة، خاصة في حالة أحوال الطوارئ وبعض المشاكل المتعلقة بعدم توفر المواد البترولية. شكرا بروفيسور أبو بكر إبراهيم أحمد، مدير المعمل القومي للصحة العامة استاك، كنت معنا عبر الهاتف، ونسأل الله الحفظ والسلامة للجميع. تعرف رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك على موقف المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الأثيوبي من حيث الملء والتشغيل، واطلع حمدوك لدى لقائه وزيري الخارجية أو وزيرة الخارجية أسماء محمد أحمد والري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس محمد بحضور أعضاء اللجنة المفاوضة بمكونيها الفني والقانوني، تعرف على الملامح العامة لمسودة الاتفاق والتي توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطن التفاوضية، وأطمأن على موقف السودان التفاوضي والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التي توفرها اللجان السبع لدعم التفاوض. واستحسن حمدوك الجهد والعمل الكبير الذي يبذله الفريق التفاوضي والروح الوطنية العالمية والمهنية وروح الفريق التي يتمتع بها، وأكد رئيس الوزراء أن مصالح السودان في مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه. ومن جهته أوضح وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس أن اللقاء مع رئيس الوزراء يأتي لاطلاع قيادة الدولة على مجمل تفاصيل سد النهضة لما له من آثار كبيرة على حاضر ومستقبل السودان. أعلنت اللجنة الفنية للنظر في تظلمات المفصولين من الخدمة المدنية القومية خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2019، أعلنت توقف أعمالها خلال الثلاثة أسابيع المقبلة إنفاذا لقرار اللجنة العليا للطوارئ على أن تعاود اللجنة أعمالها عقب انتهاء فترة الطوارئ. وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان الدين بإعادة 198 من مفصولي بنك الادخار بعد استيفاء الشروط المحددة وتحسين معاش 160 منهم، كما أوصت بإعادة 7 من مفصولي هيئة المواني البحرية وفق رغبتهم وتحسين معاش 20. مواضيع المدرجة على جدول أعمالها، كما ناقشت عدد من ملفات المفصولين في عدد من المؤسسات، كان أولها بنك الادخار حيث عرض على اللجنة 404 ملف لمفصولين من الخدمة، أبدى 260 منهم. الإخوة المشاهدين، الآن ننتقل إلى قاعة الصداقة مباشرة عقب اجتماعات الآلية الاقتصادية الذي انتهى قبل قليل. أطراف الفترة الانتقالية الشركاء من مجلس السيادة بمكونيه العسكري والمدني ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على أعلى وأرفع المستويات، وانخرطوا في مشاورات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الوقوف على المسار والأوضاع العامة للبلاد، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نتفق جميعا بأنها لا ترضينا، وتم الاتفاق على تصحيح المسار من أجل تحقيق أهداف الثورة وطموحات شعبنا العظيم. فلعلكم سمعتم
بمصفوفة المهام التي تم إعدادها من قبل هذه الشركاء من الشركاء الثلاث، وفي ظل هذه المصفوفة من بين الآليات آلية اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة منائبة من السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان الدقلو، ومن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء رئيسا مناوبا. انعقدت اللجنة العليا للطوارئ أول اجتماع اليوم، ونظرت في المهام الموكلة لها، وبعد الفحص واستعراض مجمل الأوضاع والمهام الموكلة للجنة تم الاتفاق على مجموعة من فرق عمل حسب اختصاص كل فريق عمل، بما في ذلك موضوع معاش الناس. فريق عمل تقدم بتصورات قابلة للإنفاذ وقابلة لقياس الأداء اللجنة نفسها خلال من الآن حتى يوم السبت، أخذينا في الاعتبار طبعاً موضوع الإغلاق الكامل. فريق معني بالنقل والميناء أو الموانئ وفرق أخرى معنية بولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك مختلف الشركات العامة وقطاع المصرفي، موضوع التهريب والجرائم الاقتصادية، وهكذا العديد من موضوع الذهب، قضايا السلع التي لدينا لدى السودان، الميزة التفضيلية، الزراعة، الثروة الحيوانية وغيرها. وحقيقة أنا سعيد بهذه المناسبة، ويشرفني أن أترك المجال وأقدم السيد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والسيد الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى الذكرى الأولى لانتصار الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة، تم تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والتي التأم شملها مساء اليوم كما ذكر الأخ عمر منيس. كانت فرصة جميلة للتفاكر حول الأزمة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا. هذه الثورة جاءت لتعالج هذه القضايا، قضايا المعيشة، الأزمات، كل جوانبها. نحن نقدر ونعيش مع شعبنا أزمات المرتبطة بصفوف البنزين والرغيف وما إلى ذلك. طموح هذه الثورة تعالج هذه القضايا، لكن كما تعلمون نحن ورثنا تركة مثقلة لثلاثين عاما، لكننا واثقين من قدرات شعبنا ومن عملنا مع بعض سوف نتمكن من اجتياز هذه الأزمة. جاء تشكيل هذه اللجنة من المكونات الثلاثة لقيادة الفترة الانتقالية، قوى الحرية والتغيير، المجلس السيادي والمكون التنفيذي مجلس الوزراء،
هي تعبير حقيقي عن هذه الشراكة وعن الإحساس المشترك لهذه القيادة، فإننا مع بعض نستطيع أن نعالج هذه التحديات ونهزمها. طبعاً زي ما شايفين إن هذه الأزمات تامة في ظروف بالغة التعقيد، بلدنا والعالم أجمع بيعيش ظروف هذه الكارثة اللعينة الكورونا، كأنه نحن ما عندنا مشاكل كفاية يجعلنا هذا الوباء اللعين، لكن بكل تأكيد مع شعوب العالم الأخرى سوف نهزمهم وسوف نعبر. نحن بلد غني بالموارد، لو أحسنت إدارتها نستطيع أن نرفد العالم وشعبنا بكل ما هو خير وجميل. باعتقادي هذه بداية لتصحيح المسار. نحن أخذنا في حكومة الفترة الانتقالية زهاء 6-7 شهور واجهنا فيها الكثير من التحديات، لكن بكل تأكيد برضو أدتنا فرصة تعرف على القضايا بشكل أحسن، وأدتنا الإمكانية في أنه نقدر نخطط بطريقة أحسن ومعتمدين على قدرات شعبنا، الشعب الذي صنع هذه الثورة العظيمة قادر على تحدي هذه الصعاب ومعالجتها. اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أتاح فرصة للتفاكر بشكل عميق. احنا اجتماعنا استمر لأكثر من 4 ساعات، تفاكرنا في كل التحديات سواء كانت التحديات المرتبطة بالمعيشة وتوفير السلع الاستراتيجية، حصائل الصادر من الذهب والثروة الحيوانية وغيره، تحديات التهريب والتجنيد إلى آخره، القضايا المرتبطة بالأمن والتشريعات، التحديات المرتبطة بالمواني والترحيل، المشاكل المواجهانا في بورسودان. تفكرنا في شركات القطاع العام، كل الشركات، إصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات، ولاية وزارة المالية على المال العام، وكل هذه القضايا أعتقد دي خدت لبنات صلبة، لأننا عملنا مع بعض في هذه اللجنة نستطيع في فترة وجيزة جدا إننا ننجز الكثير في معالجة هذه الأزمة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. أولا التحية بمرور عام لثورتنا المجيدة، التحية لشهداء الثورة السودانية من المدنيين والعسكريين وأمهات الشهداء وأسر الشهداء، والتحية والتجلة للشعب السوداني الصابر على كل الأزمات والمرارات والمحن. أيضا العالم الآن يمر بأزمة غير مسبوقة من عدو فتاك حصد آلاف الأرواح، وندعو الله أن يرفع هذا البلاء من كل العالم. بجانب الوباء نحن
في السودان نعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج منا لوحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية ونغف الآن بعد عدد من الاجتماعات المكثفة توصلنا لتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا من المكونات الثلاثة، والتي من أهم واجباتها العمل على حل القضايا المعيشية الخانقة بتوفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني. وعشان نعمل الكلام ده كله، وقبل ما نرجع للآخرين من الأشقاء والأصدقاء، نسأل نفسنا نحن كسودانيين عملنا شنو للبلد؟ ربنا حبانا بموارد طبيعية كثيرة، لازم نتحمل مسؤوليتنا ونعمل مع بعض بإخلاص وتجرد لتجاوز الأزمة والنهضة ببلدنا. ويا أخواننا، ده نفير الشيء اللي احنا قمنا فوقه، ده نفير وفزع، وما دايرين زول يدس لنا المحافير عشان ما نفتش برانا. ورسالتنا لتجار العملة والذهب ومهربي السلع الأساسية أن يحسوا بروح المسؤولية الوطنية، وبرضو الداعم الأساسي لنا هم رجال الأعمال الوطنيين والخيرين، ونناشد الشعب السوداني بالتكاتف حتى نخرج لبر الأمان، وإن شاء الله نطمن الشعب السوداني في القريب العاجل، نتجاوز هذه المحنة في أكثر قوة ومنعة لسوداننا الحبيب. وقبل الختام، نشير لجزئية لمروجي الفتن. نحن كقوات نظامية، قوات مسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد، القوات المسلحة هي الدعم السريع، والدعم السريع هو القوات المسلحة. همنا واحد هو البلد. وفي الختام، رسالتنا لمهربي السلع الاستراتيجية: أوقفوا التهريب، أوقفوا التهريب، أوقفوا التهريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار متواصلة من تلفزيون السودان. جدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن التزام القوات المسلحة حامية لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق الأهداف المعلنة. جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته القوات المسلحة اليوم، تأكيدا على دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على الأمن الوطني جماهير شعبنا. تحية طيبة عطرة. ظلت القوات المسلحة وعلى مدى التاريخ جسم واحد، وتعمل باحترافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لأدائها. ومنذ قيام ثورة 19 ديسمبر يشكل المكون العسكري جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي، ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها، وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها، علاوة على التقيد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظا على الأمن الوطني للبلاد. شعبنا السوداني، تأكيدا على الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري
وقوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الأحوال الأمنية ومناقشة قضايا معاش الناس وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية عملا على دفع مسيرة الأداء وأهمها قضايا الاقتصاد والسلام. كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها، ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهداف وغاياتها. أبناء الشعب الأبي، تنتشر على الساحة كثير من الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني، ولن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عدد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها، بل سوف تزيدنا قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة. عليه فإننا نجدد العهد والوعد لجماهير شعبنا بأننا لن نسمح بحدوث ما يغوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، والذي ندعوه لعدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى. ولن ندخر جهدا في الدفاع عن بلادنا الحبيبة وشعبنا الثائر. حفظ الله بلادنا من كل شر، وحقق آمال شعبنا في اقتصاد معافى وسلام مستدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمن اجتماع موسع برئاسة وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريف إدريس دفع الله، أمن على أهمية تقديم الدعم الفني واللوجستي للإدارة مباحث التموين وتوفير كافة احتياجاتها الفنية حتى تطلع بدورها كاملا في حماية الاقتصاد الوطني وضبط المتلاعبين بقوت الشعب. وبحث الاجتماع وفقا لوزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أسباب إنشاء إدارة جديدة لمباحث التموين تختص بضبط الأسواق والأسعار وكشف أماكن تخزين السلع الاستراتيجية مثل السكر والدقيق والمواد البترولية، مشيرا إلى أن الاجتماع أشاد بتعاون المواطنين ولجان الأحياء وإدارة مباحث التموين في كشف عمليات التخزين واحتكار السلع بالإبلاغ الفوري عن كل تلك الظواهر التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وندرتها بالأسواق. تواصلت بمشروع الجزيرة عمليات حصاد محصول القمح بعدد من أقسام المشروع، وقام والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد الصبير بجولة على مواقع استلام القمح بمحليتي المناقل والقرشي، مؤكدا حرص حكومته على تذليل معوقات الحصاد وتسليم فائض القمح للبنك الزراعي. متابعة مستمرة من حكومة ولاية الجزيرة لعمليات حصاد القمح بالمشروع، حيث اطمأنت جولة والي الجزيرة على شؤون البنك الزراعي بمحليتي المناقل والقرشي على سير عمليات استلام القمح من المزارعين. جينا عشان نطمئن على سير الحصاد، وبحمد الله وجدنا يعني حاجة تسر النظر وتسر القلب وتسر العقل، يعني حاجة فوق ما نتصور، يعني بحمد الله وبفضله وجدنا ما فيه من مشاكل وهي طفيفة نعتبر إنها يعني زللت وكللت بالنجاح في الفترة اللي فاتت، كانت في ضائقة بتاعت وغود وخيش وانتهت تماما ضائقة الخيش، الحمد لله متوفر والحاصدات متوفرة ووغود الحاصدات متوفر، الكمية اللي رفعت لنا إلى 50,000 جالون في اليوم يمكن يكون غطت تماما. إلى ذلك تواصلت عمليات الحصاد بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة. الحمد لله تتوالى عملية الحصاد في مشروع الجزيرة وصلت إنتاجيات عالية ومشرفة الحمد لله، والحمد لله الآن وصلت المساحة المحصودة 290,000 دام بعدد 70% من جملة المساحة، كما أؤكد أنه إن شاء الله هذه المساحات كلها بمستوى متميز ومتوسط يفوق 16 جوال الفدان، وكما ذكرنا هنالك مزارعين حققوا 30 جوال للفدان و 24 جوال للفدان، والحمد لله كل الأقسام تنافس بعضها. يعني إدارة البنك الزراعي قطاع الجزيرة
تبذل جهودا كبيرة في تسهيل إجراءات تسليم القمح بالشون بجانب الترحيل إلى المطاحن والمخزون الاستراتيجي. أنا من هنا أناشد الجهات العليا في توفير مشكلة الجازولين، وحسب معلوماتي إن الحصة وصلت ل 50,000 جالون واستغرت. نعمل أناشد من هنا أصحاب العربات في التساهل مع الإخوة المزارعين في ترحيل المحصول حتى نتمكن من ترحيله مباشرة، ولو ملاحظين الشونة نحن بنقوم بالترحيل مباشرة إلى المطاحن. تضافر الجهود في هذه المرحلة المهمة من مراحل حصاد القمح بمشروع الجزيرة تذيل كثيرا من المعوقات، وعلى رأسها توفير الوقود، ويقطع بذلك الطريق أمام المضاربين في عملية نقل هذا المحصول الاستراتيجي إلى شون البنك الزراعي لمشروع الجزيرة. عبد الباقي هارون حسان، تلفزيون السودان، مشروع الجزيرة. انتهى عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، إليكم العناوين. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا و35 حالة اشتباه جديدة اليوم. مفرح يعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد خلال أيام الحظر الكامل، ووالي الخرطوم يعلن تفاصيل الحظر. القوات المسلحة تجدد الالتزام بحماية مكتسبات الثورة وتطالب المواطنين بعدم الالتفات للشائعات. مصابو فيروس كورونا يتجاوزون 2,000,000 حالة حول العالم. نهاية عرض الأحداث من تلفزيون السودان كالمعتاد منا وفريق العمل، تحية واحتراما. إلى اللقاء، خليكم في البيت.